ازيكو؟ النهارده هنبتدي مع بعض ليكتشر 3، المحاضرة الثالثة في الفاينانشال اكاونتنج، المحاسبة المالية. النهارده هنخلص شابتر 8 كنا بدأناه واحنا بنتكلم عن الفروض، الغش والانترنال كنترول. النهارده هنتكلم عن البيتي كاش فوند، وبكده نكون خلصنا شابتر 8. ايه يعني البيتي كاش فوند؟ البيتي كاش فوند دي يعني المصاريف النثرية. زي ما اتفقنا طبعا ان البنك بيخلي كل التعاملات بتاعته عن طريق البنك، الشركة بتاعتي كل تعاملاتها بتبقى عن طريق البنك. يعني مثلا لو هتبيع بضاعة أو تشتري بضاعة بتبقى عن طريق، بتعمل شيكات وبتروح تصرفها من البنك. طيب لو أنا عندي مصاريف في الشركة صغيرة محتاج إن أنا أدفعها، مثلا زي مصاريف النظافة، عامل النظافة مثلا بيجي مفروض إن أنا أديله مثلا كل شهر 100 جنيه، هل أكتب له شيك إن هو يروح يصرفه من البنك ب100 جنيه؟ لا طبعا، عقبال ما يروح البنك ويرجع هيكون صرف أكتر من 100 جنيه. فدي مصاريف صغيرة في الشركة، انا بخلي فلوس في الشركة بتكون مش فلوس كتيرة، بتكون فلوس قليلة، بسميها بحطها في صندوق البيتي كاش فوند ده، بدفع منها المصاريف الصغيرة. زي مصاريف ايه؟ زي مصاريف النظافة، الكهرباء، بدفع مثلا حاجات معينة في الشركة، مصاريف شحن، الحاجات دي بسميها بيتي كاش فوند. يعني ايه بيتي كاش فوند؟ is a cash fund used to pay relatively small amounts. ايه بقى the operation of the fund often called an imprest system؟ عملية البيتي كاش فوند بتتم من خلال الامبرست سيستم. يعني ايه؟ يعني انا كمدير مالي في الشركة بروح ادي فلوس معينة بتكون ثابتة، مثلا 1000 جنيه، انا بدفع او بخلي البيتي كاش فوند ده دايما هيبقى ثابت 1000 جنيه مثلا، يعني بس هو الرقم بيبقى ثابت. مثلا انا هديله 1000 جنيه، فانا بدي الامين بتاع الخزنة او مدير الخزنه بقول له خد ال1000 جنيه دي تحت حساب البيتي كاش فوند، انا كده بسلفه فلوس، عشان كده سميناه امبرست سيستم، نظام السلفه. خد انت الفلوس دي ادفع منها بقى المصاريف بتاع النظافه، مصاريف الكهرباء، مصاريف الشحن وهكذا. فمدير الخزنه او امين الخزنه بياخد الفلوس دي مني تحت مسمى البيتي كاش فوند، ده بيبقى المسؤول عن الصندوق بتاع البيتي كاش فوند. فالبيتي كاش فوند دي بتتم من خلال ايه؟ 3 حاجات. اول حاجة establishing the fund، بأسس الحساب او الصندوق بتاع البيتي كاش فوند. تاني حاجة making payments from the fund، ازاي بدفع من خلال البيتي كاش فوند. تالت حاجة replenishing the fund، ازاي بعمل استعاضة للبيتي كاش فوند، يعني لما الفلوس بتاع البيتي كاش فوند عندي تخلص ازاي بعمل لها استعاضة، بجيب فلوس تانية ازاي. اول حاجة establishing the fund، اول خطوه ان انا ازاي باسس البيتي كاش فوند. اهو مدير الماليه بتاع الشركه بيدي البيتي كاش فوند او الفلوس مثلا اللي احنا اتفقنا عليها، هتبقى فلوس مثلا دايما بتبقى ثابته، بس انا هقول مثلا ان هي 1000 جنيه، فبيدي 1000 جنيه لامين الخزنه بسميها البيتي كاش فوند. بعمل لها بقى الانتر ازاي؟ بقول من البيتي كاش للكاش ب 1000 جنيه. اول حاجة كاش الشركة، الخزنة بتاع المدير قلت، خزنة المدير المالي قلت، بس اتحطت في خزنة الشركة برضو اللي هي البيتي كاش، فحساب البيتي كاش هيزيد فيتحط ديبت ب 1000 جنيه، وحساب الشركة اللي هو الكاش قل، بس فعليا ان الكاش مخرجش بره الشركة، معناها ان الكاش اصلا مقلش، بس احنا بنزود حساب البيتي كاش لحساب الكاش، فالكاش هنا قل والبيتي كاش زادت، بس فعليا الكاش بتاع الشركة مقلش، لان الكاش لسه ما خرجش بره الشركة. تمام، دي اول خطوة. انا المدير بتاع المالية بيدي الفلوس للمدير او المسؤول عن الخزنة. بعدين making payments from the fund، العملية بقى بتتم ازاي، او تاني خطوة من ايه الحاجات اللي بتتم فيها، ازاي بدفع بقى من خلال البيتي كاش فوند. بيقول لي ان لو مثلا في واحد عاوز مني مصاريف شحن، نقل او نقل بضاعة معينة، فانا مفروض ان انا ادفع له من البيتي كاش فوند. مثلا مصاريف الشحن كانت تتطلب 200 جنيه، فانا المفروض ادفع له، او اللي هو ماسك البيتي كاش فوند يدفع للراجل ده اللي عاوز مصاريف الشحن 200 جنيه. طيب هعمل ايه؟ اعمل ايه جورنال انتري؟ بيقول لي نو جورنال انتري، انا مش كل 100 جنيه ولا 50 جنيه في الشركه اعمل لها جورنال انتري، لا انا الصندوق بتاعي بتاع البيتي كاش فاند هدفع منه ال 200 جنيه، بس هاخد مقابل ال 200 جنيه دي وصل.
ده شكل الوصل. الوصل ده علشان اثبات لان انا دفعت الفلوس. طب انا ممكن مثلا اخد الفلوس دي اسرقها، اللي هو ماسك الخزنه، تمام؟ بس انا باخد وصل بقول ان انا دفعت ال 200 جنيه دي مقابل مثلا مصاريف الشحن، تمام؟ فباخد منه وصل، او انا بعمل الوصل واخليه يمضي عليه، اخلي اللي هو بياخد مني الفلوس اللي هو عاوز مصاريف الشحن ده يمضي عليه. شكل الوصل اهو. اول حاجه الوصل ده لازم يكون مسلسل اهو. الوصل ده مثلا نمبر 7. ليه مسلسل؟ علشان ما يحصلش غش او نقلل الغش، لان بعد كده لما المدير المالي ياخد الوصولات دي ويشوفها، لو مثلا لقى 1 2 4 لا في وصل رقم 3 ناقص، فيعرف ان في حاجه مش مظبوطه او في حاجه غلط، وده اسمه البيتي كاش فاند. التاريخ بكتب هنا التاريخ اللي حصل فيه ان انا دفعت الفلوس دي، وقيمه الفلوس اللي هي مثلا 1800 او قلنا زي 200، ال 200 جنيه اللي انا هدفعها. فرايت ان اللي هو الحاجه اللي انا دفعتها ليه، دفعتها علشان في مصاريف شحن عندي. وبعمل ابروفد، بخلي يمضي الكاستوديان اللي هو اللي ماسك البيتي كاش فاند ده، بيمضي، وكمان بيمضي اللي انا هدفع له الفلوس اللي هو اللي هياخد مني مصاريف الشحن، تمام؟ فاحنا الاثنين بنمضي، ده بيقلل لي الغش، ده يعتبر internal control كويس في الشركة، تمام؟ فأنا كده بعمل الوصل وخليه يمضي عليه. كده في الشركة موجود ايه؟ في البيتي كاش فوند بتاعي او صندوق البيتي كاش موجود يعتبر 800 جنيه من ال 1000 جنيه اللي كانت عندي، موجود 800 جنيه وموجود وصل ب 200 جنيه، لكن انا في الخطوة دي مش بعمل جورنال انتري، تمام؟ بعد كده بعمل حاجة او تالت خطوة اسمها ريبليشنج ذا فاند. يعني ايه بعمل استعاضة؟ بعمل استعاضة يعني انا مثلا قاعد ادفع من البيتي كاش فوند بتاعي، دفعت 200 بعدين 50 بعدين 20، الفلوس اللي معايا قربت تخلص. قبل ما تقرب تخلص مثلا لما يكون متبقي فك بسيطة جدا او فلوس بسيطة جدا، بروح اعمل حاجة اسمها ريبليشنج ذا فاند، اللي هي بعمل استعاضة يعني بجيب الفلوس، بروح للمدير المالي بتاع الشركة اقول له خد انا اهو دفعت او عندي وصولات، مثلا دفعت كهرباء، دفعت نور، دفعت مية، دفعت كذا، دفعت نظافة، دفعت شحن، ومتبقي معايا الفلوس دي. فالمفروض مجموع الفلوس والوصولات تديني الالف جنيه اللي انا اديتها له المدير المالي، اديله 1000، قلنا الالف دي كانها امبريست سلفة، المفروض دلوقتي ان المدير يديني بقى الفلوس، تمام؟ او اجدد الصندوق. فانا قلت له ان انا دفعت فرايت اكسبنس ب 200 جنيه، وبوستج اكسبنس مصاريف بريد ب 300 جنيه، وميسلينيانس اكسبنس اللي هي المصاريف المتنوعه اللي هي مصاريف صغيره نظافه وهكذا 400 جنيه، والكاش بتاعي 100 جنيه. يبقى انا كده 400 300 700 و200 900، ومعايا في الخزنه 900 وصولات و100 كاش. دي هو ال1000 جنيه اللي انت اديتها لي. قال له تمام، خلي معاك المية الكاش، انا هدفع لك عليها 900، مش انت صرفت 900 اللي هي تمن الوصولات، انا هديك مكانها 900. فبقلل كاش اهو. دي بقى اول جورنال انتري بتتعمل في ان انا اقلل فلوس الشركة اهو. الكاش ب 900، انا قللت الكاش ب 900 وخدت منه الوصولات دي، قلت خلاص ان هي بيت اتدفعت، فختمتها. المدير المالي بيختمها بيقول خلاص كده ان هي اتدفعت او انا دفعتها. بقلل الكاش واقول لحساب الاكسبنس، فالاكسبنس بتاع الشركة زاد لحساب الكاش، الكاش بتاعي برضو قل والاكسبنس بتاعي زاد، تمام؟ طيب if we have shortage وعندي if we have over، لو كان الفلوس بقى فيها عجز او زيادة. يعني ايه عجز او زيادة؟ مثلا انا عندي الوصولات اهم ب 900 جنيه، لو انا عندي في الخزنة 50 جنيه، ايه ده؟ انت كده مجموع الوصولات والفلوس اللي عندك في البيتي كاش فاند 950، وانا مديك 1000 جنيه، ال50 جنيه دي اكيد مش هيسرقها مثلا اللي ماسك الخزنة، يعني مش هيضيع وظيفته عشان 50 جنيه، لأ. ال50 جنيه دي بتدفع ازاي؟ يعني مثلا ال50 جنيه، قصدي دي اللي هي العجز، بتبقى ازاي؟ يعني مثلا الكهرباء مثلا مفروض ب10 جنيه، تمام؟ 8 جنيه قصدي، انا دفعت لها 10 جنيه، فانا كده دفعت 2 جنيه زيادة، ما كانش مثلا معايا فكة او ما كانش هو معاه فكة، تمام؟ يعني في حاجة مثلا كانت ب6.5، رحت انا دافع 7، تمام؟ مصاريف نظافة مثلا كانت ب125.5، رحت انا دافع له 130، فالفرق الجنيهات دي في الاخر بتكون لي ال50 جنيه العجز دي، بسميها شورتج، عندي عجز. طيب العجز ده بعوضه ازاي؟
بيقول لي اهو الفرايت كوست الاكسبنس قصدي اللي عندك هو ال 200 جنيه وال 300 وال 400، بس بحمل عجز كاش شورت ب 50 جنيه، علشان انا اديك 950 اقلل من الخزنه بتاع المدير المالي 950، اديك 950 بدل 900 جنيه، هديك 950 جنيه علشان ال 50 العجز اللي عندك، تمام، علشان ترجع الخزنه تاني او البيتي كاش فند ب 1000 جنيه. قلنا المبلغ ده بيكون ثابت، يعني لازم اخليه 1000 جنيه تاني، سواء خلص بدري او خلص مثلا اول ما ادي الوصولات للمدير يديني تمن الوصولات دي، ولو فيها عكس الشركة بتشيلها، تمام. فالكاش شورت ده يعتبر عجز، لما الشركة تشيله يعتبر اكسبنس على الشركة، ف 50 جنيه دي تعتبر اكسبنس. طب لو عندي اوفر، يعني مثلا لو صاحب مثلا الشركة، أو قصدي صاحب شركة النظافة دي مثلا، قال لي إن هو عاوز 120 وأنا دفعت له مثلا 115، ما كانش معايا، تمام، ففي 5 جنيه هنا كده أنا يعتبر كده زيادة، فدي تعتبر كاش أوفر. كاش أوفر دي تعتبر مكسب، أنا 900 جنيه بتوع الاكسبنس اللي عندي، ولقيت في الشركة ولقيت في البيتي كاش فاند بتاعي 150 جنيه، ايه ده، يبقى انا كده 1050. جم منين الخمسين الزيادة ده؟ الخمسين الزيادة دي جم نتيجة فلوس مثلا انا ما دفعتهاش كاملة، او كسور اتحوشت في الاخر ل50 جنيه، فكده انا هدفع لك، خلاص كده انا هدفع 850، تمام، عشان في 50 هنا زيادة، فتعتبر ريفينيو للشركة. الاكسبنسات اللي عندي 200 و 300 و 400 اللي هي 900، وهنا الكاش اوفر 50، والحساب الكاش هقلله 850. changing the amount of the fund اخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة. يعني ايه changing the amount of the fund؟ مش احنا قلنا حساب البيتي كاش فاند ده بيبقى دايما ثابت؟ قالك لا، افرض كان اسبوع مثلا والالف جنيه دي خلصت، الشركة مصاريفها كتيرة، فانا عاوز الفلوس تتقضي معايا شوية، مش كل شوية او كل يومين تلاتة اروح اديك الوصولات واخد الفلوس، لا انا عاوز المبلغ اللي انت هتدفعهولي او المدير المالي هيدفعهولي ده يكون كبير شوية، فاعمل ايه؟ فراح اعمل changing the amount، اغير القيمة بتاع الفند اللي معايا. طيب انا عاوز زيادة مثلا 500 جنيه، انا كان معايا 1000، لو زودت مثلا ب 500 هيبقى معايا 1500، دي مثلا هتكفيني لحد اخر الشهر، فاعمل ايه؟ اقول من البيتي كاش للكاش، من البيتي كاش ب 500 للكاش، هزود حساب البيتي كاش كان ب 1000 ازوده ب 500 لحساب الكاش. وفي فرق بين يقول ان هو ازداد، يعني حصل انكريز باي وانكريز تو، انكريز باي 500 يعني ازداد ب 500، يعني زي كده من البيتي كاش هنزوده ب 500 للكاش هيقل ب 500، لكن لو قال انكريز تو مثلا 2000، معنى كده ان هيبقى من البيتي كاش هنزوده بكام؟ 1000 للكاش 1000، لان increased to 2000، وهو كان في 1000، معنى كده ان هيحصل زيادة 1000 جنيه. طب لو قال increased to مثلا 1500، يبقى هنعمل ايه؟ من البيتي كاش 500 للكاش 500، مش 1500 ل 1500، لان already عندي 1000 اصلا موجودة في البيتي كاش، تمام. كده خلصنا شابتر 8. اي حد عنده سؤال يسأل تحت الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. شكرا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.